بدأت عملية تطوير دوار مجلس التعاون بمحافظة المنامة العاصمة تسهيلا لحركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بالدوار. وتأتي عملية التطوير للدوار نظرا لما تشهده المملكة من كثافة مرورية في تلك المنطقة التي تعتبر ملتقى لعدد من الطرق والمسارات الحيوية والهامة التي يقصدها معظم المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة يوميا في ذهابهم وإيابهم، حيث أن دوار مجلس التعاون يتوسط المنطقة التجارية التي تقع في المجمعات ومقار عدد من المصارف والبنوك والمؤسسات المالية والمحلية والعالمية والفنادق والأماكن الترفيهية. Mr. Minister, I'm Ethan Bronner from the New York Times. I wanted to know why you destroyed the monument in the center of the Pearl Roundabout today, if it was a message being sent to the people who'd been there for the past month. No, it's not a message to the people who've been there for the past month. It's actually, and let me put it simply, it's a removal of a bad memory.